هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة رجل حج من مال رشوة، ومع أنه حج إيش؟ حج من مال رشوة. إيه نعم. مع أنه تاب قبل أن يحج، ولكن عنده مال من سابق من الحرام وحج به، فهل يجوز حجه أم يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ والله أحوط له أنه يحج مرة أخرى، أحوط له. سمعتم في النظم أنه يعيد الحج، أحوط له أنه يحج مرة أخرى من مال طيب. نعم.